قناة دبي ريسنج في أولى انطلاقات سباق صباح هذا اليوم، والذي يتضمن سباق هذا الصباح 25 شوطا خاصة بسن الحقائق في مسافة 3 كيلومترات. هنا 12 شوطا خاصة بالأشواط المفتوحة و13 شوطا خاصة بأشواط الانتاج والمنتجين. بسم الله وعلى بركة الله، ينطلق أول الأشواط في هذا الصباح في هذا الرباح، انطلاقة موفقة للجميع من خلال تواجد هذه المسميات ومن خلال تواجد هذه الشعارات. ترحيبنا بكل الأخوة المتابعين عبر قناة دبي ريسنج، كذلك ترحيبنا بالأخوة الحاضرين المتواجدين في قلب الحدث هنا في ميدان دستور، هنا في الانطلاقات والتحديات. نسير إلى مباشرة العمل نحو المشاركة الأولى في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. فأهلا وسهلا بالجميع. المركز الأول تتقدم من خلال على باكورة الانطلاقات غالية لأحمد بن سهيل بن مهنا المحرمي، لكن تنطلق وتسير وتتبدل مع الظبي. هنا الظبي لراشد بن مانع بن محمد بن قطامي السويدي، يتقدم ويحتل صدارة هذا الشوط. المركز الثالث وصول من خلال وجود الشرود لعلي بن سليم بن محمد الزرعي. المركز الثالث او المركز الرابع وصل شعار بن عمهي، يقدم لنا تشويش في هذه اللحظات لناصر بن محمد بن راشد المنصوري، وصل وخذ المركز الثالث. بينما المركز الرابع هناك الظبي سعيد بن علي بن سعيد النعيمي. المركز الخامس وصول من تحدي مساعي لأحمد بن سعيد بن دري الفلاحي. سادس خامسا المركز السادس وصلت الآن الشايبة غانب بن حمد بن نص المنصوري. المركز الثامن تقدمت إليه مشاهدين الكرام جواهر مبارك بن حمد بن راشد الشامسي. المركز التاسع هنا تتقدم في هذه اللحظات المسك محمد بن سعيد بن صقر اليابري ومحمد بن سلطان بن ميرين، يتقدم مع المايدية إلى المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى. صاحبة المركز التاسع غيرت إلى الأول، غيرت إلى الأول، راحت إلى الصدارة. هذه المسك تتمسك بالصدارة، المسك تتمسك بالناموس الأول. هنا في انطلاقة هذا الشوط محمد بن سعيد بن صقر اليابري، يتقدم الجماهير، يتقدم المتابعين، يتقدم المتابعين. هذا او بالنص المنصوري، تغيرت هذه بالنص، غير مع وجود الشايبة غانم بن حمد بالنص المنصوري، غير الى المركز الاول الى صدارة الشوط. المركز الثاني راشد بن مانع بن قطامي السويدي، ولكن بالرملي قادم مع الحذرة، مع الحذرة صاحبة انجاز على ارضية هذا الميدان سهيل بالرملي العامري. ولكن شوف هذا اللي وصلت ناصية، ناصية عبد الله بن محمد بن قضيب الزعابي، واصلينها لراس الخيمة. ولكن شوف هادف بن حمد بن عفصان المنصوري شعار الهداف، يتقدم مع فضة 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 فضة، تقدمت في هذه اللحظة بالنص، يحاول مع المركز الأول، ولكن فضة إلى الفضة يا المنصوري. هذه فضة إلى الصدارة والقمة، هذا بن حمد بن حفصان المنصوري إلى الفضة، تتقدم فضة في مركزها الأول في صدارة الشوط. لكن الحذرة لا زالت معاها التحدي الأخير، الحذرة الحذرة سهيل بالرملي العامري صاحبة إنجاز. يلا يا أبو سالم، هذه الحذرة مع أبو سالم سهيل بالرملي العامري، يتقدم مع الحذرة وفضة، الحذرة وفضة، وكذلك ناصية عبد الله بن محمد بن قضيب. ولكن فضة 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 عادت الى المركز الاول، هادي بن حمد بن عفصان المنصوري، تهانينا والناموس. المركز الثاني الحذرة
تعود ملكية السهيل بالرملي العامري. المركز الثالث الشايبة لغانم بن حمد بن نصر المنصوري. المركز الرابع لعبد الله بن محمد بن قضيب الزعابي. المركز الخامس طلوع او طموح لاحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان الانطلاق، هكذا كان التحدي، هكذا كان الاصرار بالفوز والانتصار. نعود الى التوقيت الزمني، الى لحظات الانتصار. هذه مشاهدينا الاعزاء لحظات وصول فضة الى المركز الاول بالفوز والناموس الى القمة الاولى. 4 دقائق 29 ثانية، 7 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لهادف بن حمد بن عفصان المنصوري، حيث احتلت الصدارة وانتزعت الناموس. وسلام لأهالي العين، سلام. المركز الثاني 4 دقائق 29 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. كان توقيت الحذرة لسهيل بالرملي العامري على هذا الفوز مع وجود الحذرة في المركز الثاني. الشايبة حلت في المركز الثالث. غانم بن حمد بن نص المنصوري ب4 دقائق 30 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية. هنا لتأتي الشايبة في انطلاقة هذا الشوط مسجلة 4 دقائق 30 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية الى المركز الثالث. بينما هكذا التحدي والانطلاق والاصرار، هنا بن قضيب الزعابي يحتل المركز الرابع بهذا التوقيت وهذا الاداء من خلال وجود هذا الاسم، حيث قدمت ناصي اداء مشارك واداء تماما مميز في انطلاقة اول اشواط الصباح.